لكن لا يمكن أن يصل إلى الماء لأنها ركية بئر، فنزعت يعني من هذا البئر فسقط الكلب فغفر الله لها. وهذه قصة ثانية، فدل هذا على أن البهائم فيها أجر، كل بهيمة أحسنت إليها بسقي أو إطعام أو وقاية من حر أو وقاية من برد، سواء كانت لك أو لغيرك من بني آدم أو كانت من السوائب، فإن لك في ذلك أجرا عند الله عز وجل. هذا وهم بهائم، فكيف بالآدميين؟ إذا أحسنت إلى الآدميين صار أشد وأكثر أجرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. يعني لو كان ولد الصغير وقف عند البراد يقول أبي ماء وأسقيته وهو ظمآن، فقد سقيت مسلما على ظمأ، فإن الله يسقيك من الرحيق المختوم. أجر كثير ولله الحمد، غنائم، لكن أين القابل لهذه الغنائم؟ أين الذي يخلص النية ويحتسب الأجر على الله عز وجل؟ فأوصيك يا أخي ونفسي أن تحرص دائما على اغتنام الأعمال في النية الصالحة حتى تكون لك ذكرا عند الله عز وجل يوم القيامة. كم من عمل بالنية صار كبيرا، وكم من عمل بالغفلة كبير لكنه يكون صغيرا. اللهم وفقنا.